يقول: محرم جرح في قدمه ويحتاج إلى لف الجرح، هل عليه شيء في هذه اللفافة؟ ويحتاج أن يلف هذا الجرح بلف. يلف؟ نعم. لا بأس بذلك، اللف لا بأس به، إنما الممنوع لبس المخيط، أن يلبس مخيطا على رجله أو على قدمه، أما إذا لفه لفا وربطه لا بأس بذلك.